يلا يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع الاخ ماهر، اخويا وصديقي وحبيبي يعني، واصر ان احنا نقرأ شوية قرآن كده لايف، فان شاء الله باذن الله لايف نبدأ قرآن في اخر ايام العوش ان شاء الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. حط الحزام يا شيخ. ايه الخدمة دي؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى
حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ. وعليك يا شيخ ماهر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. يا رب. Hope you liked it ان شاء الله. I love it. الحمد لله. الحمد لله. رمضان كريم. رمضان كريم الحمد لله. انت هلا 6000 شخص كان عم يحضروا. الحمد لله. ما شاء الله. 6000 شخص عم مشاهدين. مشاهدين. شوف انت اقرا شوي الكومنتس مبين عليك الكومنتس يس كلهم ما شاء الله we've just reached there's just a couple of days left I think it's like 4-5-6 days maximum so make sure you do maximize your opportunities حابب تنصح للشباب انصح الشباب الامه كلها بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى في مثل هذه الايام وكمان في مثل هذه الاوقات اللي يعني كثير من الفتن والمعاصي الواحد ممكن يقع فيها فيعني نقول لشباب الامه ان هم يتمسكوا بحبل الله تبارك وتعالى ويلتزموا باوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويكثروا من الأعمال الصالحة في مثل هذه الأيام فهذه العشر الأواخر من شهر رمضان وفيها ليلة هي خير من ألف شهر ليلة القدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يمحو خطايانا ويعني نوصي حضراتكم وأوصي نفسي بكثرة القراءة القرآن الكريم والاستغفار والدعاء إلى الله تبارك وتعالى بأن يصلح حال الأمة وأن يردنا والمسلمين إلى دينه مردا جميلا وأن يمكن لهذا الدين في الأرض وأن يهدي العصاة وأن يعني يجعل بلاد المسلمين كلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله دعائك بسيط للحبيبة تركيا يعني نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعا في كل مشارق الأرض ومغاربها وأن يطهر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين في كل بقاع الأرض إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك فيك جزاكم الله خير يا جماعة و رمضان مبارك رمضان كريم إن شاء الله وبعد كم يوم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير عيد مبارك إن شاء الله إن شاء الله يلا السلام عليكم السلام عليكم